أعلنت وزارة القوى العاملة 12 من ظهر غد الخميس موعدا نهائيا لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة ال 500 جنيه من المرحلة الرابعة، وذلك على موقعي القوى العاملة ومجلس الوزراء. وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا، حيث وصل عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى اليوم وصل إلى 4,637,000 عامل على مدى 4 أيام.